أهلا بكم في قناة كوكتيل. قدمت الفنانة القديرة إنعام سالوسة أهم مشاهد مسلسل الفتوة خلال الحلقة التي أذيعت أمس الاثنين، وانتهت بحديث أبكى مصر كلها في دقيقة واحدة، وهو مشهد وفاتها، حيث جسد سالوسة دور أم حسن الجبالي. سالوسة حركت مشاعر الحزن الشديد لأنها مثلث الدور في وهي ميتة، وهو أمر صعب للغاية، لكن أتقنت المشهد حد البراعة التي جعلت القلوب تبكي قبل العيون. وأكدت الفنانة القديرة قدرتها على تقديم كل الأدوار بتلقائية شديدة. وفي بداية حلقات الفتوة قدمت سالوسة مشهد من خفيف الظل، وفي الوقت نفسه تحمل ألما وحزنا كبير بسبب ابنتها التي فضلت الابتعاد عنها من أجل رجل أحبته لتستكمل هذه الآلام بنما مقتل ابنها، وهو ما فعلته في مسلسل الاختيار بتقديم دور الأم التي رفضت عزاء ابنها الشهيد في كمين الفرافرة إلا بعد الحصول على ثأره من التكفيريين.